اقول لك البعض برضو اول ما تولى حسام المسؤوليه بداوا يجيبوا له التصريحات السابقه ضد محمد صلاح، او ان هو او اللي فسرها البعض انها ضد محمد صلاح. هل حسام حسن المحلل والنجم الكبير والنجم الاسطوري اللي بيظهر كان في البرامج هيستمر بنفس السياسه وهو المدير الفني لمحمد صلاح ولغيره من اللاعبين المحترفين؟ بص يا اسلام، بص يا كابتن اسلام، بص، اولا اما انا اكون محلل وبطلع بقيم اداء لاعب في الملعب، من حقي اقيم اداء محمد صلاح، تريزيجيه، حمدي فتحي، محمد الشناوي، طالما بقيم اداؤه في مباراه ومدى تاثيره على الفريق. فلو هو انتقد محمد صلاح لادائه في مباراه فهذا ليس عيبا في حسام ولا تقليلا من محمد صلاح، لان في النهايه محمد صلاح نفسه بيتم تقييمه من قبل لاعبين كبار في سكاي سبورت، قناه اكبر قناه رياضيه في لندن او في انجلترا، وبيتم في بعض الاحيان قالوا عليه ده بيمثل في ضربات الجزاء، في بعض الاحيان قالوا ده بعيد عن مستواه، في بعض الاحيان اما تالق سنه قعد يقول لك اهم حاجه مش السنه الاولانيه، اهم حاجه الاستمراريه. يعني في بيبقى في نقد لازع في بعض الاحيان من القناه اللي هي اكبر قناه في انجلترا. وبالتالي حسام حسن لما بيكون مدير فني، هو انت تفتكر حسام حسن لو مدير فني ومحمد صلاح لعب ماتش وحش وهو المدير الفني، المفروض ده هيقول ايه؟ هينتقد محمد في الغرف المغلقه، صح؟ هيقول له محمد انت ما اديتش كويس، محمد انت لازم تعمل كذا، هبيدي له تكتيك معين، بيقول له زي ما كان مانويل جوزيه بيعمل مع محمد ابو تريكه. وفي مره من المرات محمد مره 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 قال لك مانويل جوزيه دخل ما بين الشوطين، قال لك محمد ابو تريكه ما لعبش ليه الشوط الاولاني؟ اه بالظبط، وكان بيلعب. فمحمد ابو تريكه نزل الشوط الثاني جاب جونين وعمل ماتش جامد جدا، والناس لعيبه الاهلي هي اللي بتحكي. تمام. ومرة عصام الحضري تم تجريده من كابتنة الفرقة وراحت لشادي محمد، صح؟ ورغم كده وكان هو الكابتن. فالكل بيتقبل المدير الفني، والمحلل بيتكلم وبيقول وجهة نظره. وانت حضرتك بنتكلم في محمد صلاح، اللي هو محمد صلاح اللاعب الافضل في تاريخ مصر، يعني او اللاعب الاسطوري في تاريخ مصر. بص، احنا لا نختلف ان محمد صلاح اللاعب الاسطوري في تاريخ الكره المصريه والعربيه. أكيد. ولكن محمد صلاح ليس فوق النقد. اكيد فنيا. فنيا عادي جدا. ومحمد صلاح على فكره شخصيه بتتقبل ده، لكن اللي بيضايقني ان انا طالما حسام حسن تولى المهمه ما اقعدش بقى اسخن بين حسام حسن ومحمد صلاح واولع الدنيا واقول ده هيسحب الكابتنه وده مسافر له يعتذر له ده، يعني ونقعد نقلل بقى من المدير الفني ونكبر في اللاعب، ونقعد نقلل من اللاعب ونكبر في المدير الفني. ده مش مصلحه من مصر. مصر مصلحتها ان الكل يكون تحت رايه واحده والكل يتوافق مع بعض لمصلحه مصر ومصلحه وصولنا لكاس العالم.